اداء الاهلي سيء، اهم حاجه الفوز ب3 نقاط، ولكن في نفس الوقت نقدر نتكلم على ايه بقى؟ على العذر اللي نديه للعيبه. هناك تتبع للمباريات وهناك عدم انسجام للفريق، ولكن في نفس الوقت الناس عايزه تفهم، لان حضرتك شايف على الفيسبوك الناس عامله ازاي، والناس اللي قاعده معانا هنا بتقول لنا، والكلام اللي بيقول التليفونات اللي بتيجي لحضرتك، لكن في نفس الوقت برضو أستند، معلش انا دماغي في حاجه تانية خالص، انا دماغي في اللي كاتب الاخطاء التحكيميه او الناس اللي بتقول الاخطاء التحكيميه. يا جماعه يعني معلش، انا في حاجات ما بحبش ارد عليها، لان الاخطاء التحكيميه لو جبناها، وللاسف الشديد احنا هنا في القناه ما عندناش ان احنا حقوق الدوري، ففي حاجات لو جبناها الناس هتخجل من الكلام اللي كاتباه، الناس هتخجل من الكلام اللي كاتباه، والله عيب يا جماعه الكلام ده. وبعدين الكلام اللي حضراتكم بتعملوه ده، سواء هنا ولا هنا ولا هنا، كل الكلام ده هو اللي بيثير الفتن، هو اللي بيثير الفتن. اخطاء تحكيميه ايه؟ ما كل الاخطاء التحكيميه موجوده في كل العالم. هو ماتش ليفربول الاخير ده اللي اتلعبت فيه الكره، الجون اوف سايد ب 10 كيلو، والجون اتحسب وكسب بيها ليفربول ولا تعادل بيها، ده في اوروبا. لكن انتوا كل شويه حد هيطلع يقول اخطاء تحكيميه. هناك اخطاء تحكيميه في ماتش الاهلي النهارده، كل الايام فيها اخطاء تحكيميه، وكل المباريات فيها اخطاء تحكيميه. هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ ما احنا لو بنجيب الفيديوهات ونوري الناس كلها ايه اللي بيحصل، هنفضل ماسكين لبعض على واحده بواحده واحنا داخلين على بطوله امم افريقيه؟ والكلام ده ما يصحش، الكلام ده ما يصحش، وبيثير الفتن، بيثير الفتن، دي اهم حاجه. لكن الاخطاء التحكيميه ما هي موجوده في كل العالم، واحنا كلنا بنقول هذا الكلام. اذا كان سيد عبد الحفيظ بيطلع يتكلم، هو بيطلع يتكلم لانه مدير كره وبيحافظ على فريقه. هو في ايه يا جماعه؟ الاخطاء التحكيميه موجوده في كل العالم وفي كل المباريات. احنا هنا احنا بنشتغل في قناه النادي الاهلي، وبالتالي لازم نرد على كل حاجه ولازم نقول كل حاجه. فمن فضل حضراتكم اثاره الفتن سهله قوي على فكره، سهله جدا نثير الفتن. لكن احنا هنا في القناه دي دايما زي ما سمعنا امبارح الكابتن خطيب وهو بيتكلم، لما جه اتكلم امبارح قال لك يا جماعه المستوى المتدني احنا مش هننزل له. المستوى المتدني احنا مش هننزل له، انتوا ايه اللي بتعملوا؟ بتثيروا ايه؟ بتعملوا ايه؟ واحد يقول كذا والتاني يقول كذا والتالت يقول كذا والرابع يقول كذا، روحوا شوفوا بقى انتوا عايزين تعملوا ايه واعملوه. دي حاجه غريبه جدا. احنا لينا ضربتين جزاء النهارده اذا كان في اخطاء تحكيميه. بص يا كابتن، انا ما بتكلمش على خطا معين، انا ما بتكلمش على خطا معين، الاخطاء التحكيميه مقبوله على هنا ومقبوله على هنا، واحنا بنقول هذا الكلام وفي القناه دي تحديدا، وفي واحنا موجودين هنا، وكان معايا الكابتن سمير عثمان، قلنا ان الكره بتاعت رمضان صبحي فاول. قلنا ان الكره بتاعت رمضان صبحي اللي اتحسبت فؤاد دجله فاول. احنا بقى ايه اللي جه علينا؟ الله، ايه اللي اتحسب علينا ومش من المفترض ان هو يتحسب؟ ايه اللي اتعمل للفرق الاخرى عشان ياخدوا 3 نقاط وحصلت؟ هو ماتش المصري بعيد؟ يعني ما تخلوناش نتكلم يا جماعه، احنا عايزين نبقى نرتقي للمستوى اللي احنا بنتكلم بيه، لكن انتوا بتضغطوا على الحكام يعني؟ طب احنا ممكن نطلع نضغط على الحكام احنا كمان. وهتفضل بقى الموضوع ماشي بالطريقه دي، مره هنا ومره هنا ومره هنا. لكن الكلام الصح ان الاخطاء التحكيميه ما هي موجوده في كل، طبعا بنتضايق وبنزعل وبنعمل كل حاجه اذا كان هناك اخطاء تحكيميه. اذا كان هناك اخطاء تحكيميه. ما كل واحد شايف، يعني انا لو كابتن عادل يا كابتن ابراهيم يا كابتن احمد، لو دلوقتي نادي الزمالك بيلعب واتحسب له جون في شك، احنا كاهلاويه هنقول ان هو اوفسايد. اكيد 100% هنقول ان هو اوفسايد، لكن هو ممكن ما يطلعش اوفسايد. فده بيحصل مع كل الناس، كل جمهور فريق بيشوف الهدف اللي بيحرزه الفريق الاخر وفي شك 10% او 5% بيشوفوه مظبوط 100%.